قدر الأهلي يتأهل لدور الثمانية بعد ما حقق المركز الثاني في المجموعة خلف سيمبا التنزاني. يمكن ما كانش متوقع أن الأهلي ياخد المركز الثاني في مجموعة تضم سيمبا وفيتا كلوب والمريخ، لكن الأهلي في النهاية تأهل حتى لو في المركز الثاني. في الفيديو ده هنتكلم عن أبرز النقط الإيجابية للأهلي مع موسيماني في دوري أبطال أفريقيا، وأبرز النقط اللي المفروض الأهلي يتطور فيها. أبرز نقطة طورها موسيماني في الأهلي هي محمد مجدي قفشة. كلنا شفنا في آخر ماتشاته مع فايلر ما كانش بيأدي بشكل كويس. آخر 10 ماتشات لقفشة مع فايلر سجل هدف وصنع هدف. مع موسيماني توهج قفشة وسجل قدام الوداد وقدام الزمالك ومع المنتخب كمان ضد توجو. وآخر 10 ماتشات لقفشة مع موسيماني سجل أو صنع فيهم كلهم تقريبا. النقطة الثانية اللي طورها موسيماني هي المرونة التكتيكية. اعتمد موسيماني في أغلب الماتشات على 4-2-3-1 اللي بتعتمد على الأجنحة وعلى المهاجم. مع انخفاض مستوى الأجنحة والمهاجم مش بتديك الخطة دي مرونة تكتيكية هجومية، فلازم تغيرها. خلال 8 مباريات في دوري أبطال أفريقيا اعتمد موسيماني على 3 خطط، لعب 4-2-3-1 في أكتر من 50% من الماتشات، و 4-3-2-1 في ماتش سيمبا في تنزانيا، و 4-4-2 في آخر 3 ماتشات. ويمكن دي اللي بدأ موسيماني يعتمد عليها مؤخرا وبتديله مرونة هجومية بسبب ضعف المهاجم الوحيد أو ضعف الأجنحة اللي بتعتمد عليها خطة 4-2-3-1. النقطة الثالثة هي تطوير عناصر الدفاعية للأهلي. ياسر إبراهيم بيقدم مباريات ممتازة جدا مع الأهلي وقت اللي يحتاج ليه، وبيكون بديل ممتاز لأيمن أشرف أو بدر بانون. ياسر في كل الماتشات اللي لعبها بيكون أكتر لاعب تشتيت للكرة وأكتر لاعب حصول على الكرات التانية. أبرز النقاط السلبية في الأهلي هي الضغط بعد فقد الكرة. أول خط دفاع للفريق بيكون دايما الخط الأمامي، ورا خط النص، ورا خط الدفاع، وراهم حراسة المرمى. لو شفنا مثلا هدف المريخ الثاني في الأهلي كمثال، هنلاقي الأهلي فقد الكرة وقفشة داخل العمق وسايب مكانه ناحية اليمين، وأربع لعيبة من الأهلي ورا الكرة. لاعب المريخ قطع نص الملعب كله بتحليق من محمد هاني وبدون أي ضغط وبدون أي مساندة لأي لاعب من الأهلي. مع تمركز غلط من ياسر إبراهيم قدر تفتري ينفرد وقدر المريخ يسجل. نفس الموضوع حصل أمام فيتا كلوب، اتلعبت الكورة ناحية اليمين قدام أيمن أشرف، أيمن فضل يرجع لورا وما ضغطش ودخل اللاعب لجوه وسدد إطردة من الشناوي لنفس اللاعب اللي سجل في مرمى الأهلي. عدم رجوع قفشة أو دخوله العمق بشكل زيادة بيعمل عبء ومشكلة على الباك يمين محمد هاني، دايما بيبقى قدام هاني اتنين قدامه، وده بيضطر لاعب من نص الملعب يميل ناحية هاني أو قلب دفاع يميل ناحية هاني، وده بيعمل خلخلة في الفريق طبعا، وده ممكن يخلي موسيماني يفكر يعتمد على قفشة في مركز 8 كوسط ملعب تاني الفترة اللي جاية. السلبية الأخيرة هي مساندة وسط الملعب للهجوم، دايما هنلاقي وقت الهجمة قليل جدا للأهلي، وده بسبب عدم وجود حلول كتيرة عند ثنائي الوسط خصيصا ديانج والسولية، فبيضطر قفشة يدخل للوسط لفتح خطوط وترك ناحية اليمين اللي هي الناحية الخاصة بيه. حتى الآن موسيماني مقدرش يفرض أسلوب تكتيكي على الأهلي من أول ما تولى المسؤولية. هل هيواصل تجربة 4-4-2 ولا هيرجع 4-2-3-1 من تاني ويراهن على الأجنحة اللي حتى الآن مش في مستواهم؟